السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وملعب الأهلي على قناة النادي الأهلي. هنتكلم معاكم في أمور كثيرة جدا خاصة بالنادي الأهلي والمشوار القادم للنادي الأهلي في بطولة كأس مصر والاستعداد لبطولة أفريقيا بعد التعاقدات القوية اللي بيستعد بيها النادي الأهلي للموسم الجديد. أيضا هنتكلم على الاجتماع الخاص باتحاد كرة القدم اللي هيكون بكرة إن شاء الله وبعض القرارات المهمة اللي دايما هنتناقش فيها وناخد رأي نجومنا اللي هيكونوا موجودين في الجزء الثاني في ملعب الأهلي، كابتن فتحي نصير والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن أحمد بلال، وطبعا هنسمع تعليقاتهم وأراءهم الفنية اللي دايما بنستمتع بيها هنا في ملعب الأهلي. لكن طبعا في البداية وقبل أي شيء، قبل ما نروح حتى للأخبار، لازم نتكلم ونحتفل من هنا من قناة النادي الأهلي ب يعني مولد الكابتن حسن حمدي وعيد ميلاد الكابتن حسن حمدي أحد أساطير النادي الأهلي القروية والإدارية. كابتن حسن حمدي واحد من أعظم الشخصيات اللي دخلت هذا النادي، سواء كان لعيب كرة قدم والمعروف بوزير الدفاع وحتى في المناصب الإدارية، كل المناصب الإدارية اللي كابتن حسن حمدي كان موجود فيها كان بيؤدي فيها على أعلى مستوى وكان مثال يحتذى به. وزي ما حضراتكم شايفين وعارفين هو واحد من أنجح الشخصيات الإدارية داخل النادي الأهلي، مدير كورة بقى حتى تطرق إلى مجلس الإدارة حتى وصل إلى رئيس النادي الأهلي علشان يحقق العديد والعديد من البطولات. كابتن حسن حمدي تاريخ ميلاد يعني لا يمكن حد أهلاوي ينساه أبدا، 2 أغسطس 1949. كابتن حسن حمدي تاريخه الطويل، تاريخه المشرف بيتكلم عليه في أي مكان، كلنا عارفين نفس السيستم اللي أي رئيس نادي بيكون موجود فيه. وكابتن حسن حمدي جه يعني النادي الأهلي استفاد من خبراته كتير جدا جدا، وهو أفاد النادي الأهلي في مواقف كتيرة جدا. وزي ما حضراتكم عارفين هو مدرسة في الإدارة، كلنا بنتعلم منه، كلنا بنتعلم من إخلاصه، كلنا بنتعلم من وفائه للنادي الأهلي، كلنا بنتعلم إزاي في الوقت المناسب يتكلم وإزاي في الوقت المناسب ما يتكلمش، وإزاي دايما يكون داعم ومؤيد للنادي الأهلي بشخصياته برموزه بلعبته. عرف يبني ويكون فريق كرة محترم نافس بيه النادي الأهلي على كل البطولات اللي حضراتكم شفتوها، جيل ذهبي، جيل أبو تريكة، بركات، محمد شوقي، عصام الحضري، كل النجوم دول كانوا موجودين مع الكابتن حسن حمدي كرئيس نادي. محدش أبدا يقدر يتكلم على إدارة ولا حد يتكلم على أساسيات الإدارة غير لما يجيب سيرة الكابتن حسن حمدي بكل خير وبكل حب. راجل كان بيتكلم، كان بيسمع، كان بياخد رأي كل الناس، لكن عمره أبدا اتكبر على حد ولا عمره ضايق حد ولا عمره أخذ قرار من غير ما يكون واثق ومتأكد وفي إجماع على القرارات اللي بياخدها. مدرسة لو فضلت أتكلم من هنا لحد بكرة أبدا أبدا مش هقدر أدي كابتن حسن حمدي حقه، لكن عيد ميلاده النهاردة لازم نحتفل ولازم نقول له كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن حسن وربنا يديك الصحة وطولة العمر. 2 أغسطس 1949. يعني دايما متعودين جوه النادي الاهلي ان احنا بنستلم او بنتسلم، كل الاجيال بتسلم بعضيها من جيل الى جيل، علشان كده دايما الشعار اللي احنا ماشيين عليه في النادي الاهلي ان اجيال بتسلم بعض.